السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد أحييكم، معاكم مستر أحمد إبراهيم من سلسلة تشارمينج إن إنجلش. بنستكمل مع بعض يونت 8 بعنوان The Amazing World Around Us. بس طبعا قبل ما نكمل بحب أفكركم إن احنا نعمل سبسكرايب وشير ولايك على قناتنا على اليوتيوب، ونتابع على صفحتنا على الفيسبوك تشارمينج إن إنجلش ونعمل لايك وشير. Lesson 5 and 6 بنتعرف على أهم الفوكاب اللي عندنا. اول كلمه بتقابلنا ذا جراند ايجيبشن ميوزيوم، طبعا الابريفيشن او الاختصار بتاعته جي اي ام اللي هو المتحف المصري الكبير. تريجر يعني كنز، تريجر اون ديسبلاي يعني معروض او في العرض، فاليبل اوبجكتس يعني اشياء قيمه، فاليبل اوبجكتس، سبيس فور يعني مساحه ليه، انترانس مدخل، انترانس، كومبيتيشن مسابقه او منافسه، الفيرب ديزاين يعني يصمم وكمان بتيجي معنى تصميم والماضي منها ديزايند، فيزيتورز يعني زوار، سيتي سنتر اللي هو وسط المدينه، statues يعني تماثيل، الverb expect يتوقع والماضي منه expected، the valley of the kings وادي الملوك، the valley of the kings، temple يعني معبد، column يعني عمود، column similar to مشابه لي، public يعني عام، لما اقول public museum يعني متحف عام، collection يعني مجموعة، hieroglyphics اللي هي اللغة الهيروغليفية، the great court اللي هي القاعة الكبرى، fountain اللي يعني نافورة، fountain، welcome يعني يرحب بي طبعا والماضي منها welcomed، reason for يعني سبب ليه، ويجي وراها يا اما noun يا اما verb I ان جي، reason for، century، century اللي هو القرن اللي هو عباره عن 100 سنه اسمه ايه century، spend يعني يقضي والماضي منها spent، طبعا هنا بتيجي معاها time او الاسم يعني يقضي وقت، allow to يعني يسمح ان. عندنا guide book يعني كتاب ارشاد او دليل ارشاد، writer يعني كاتب، get busier تصبح اكثر ازدحاما، later on يعني لاحقا او فيما بعد، later on، ساني مشمس، ويب سايت ريفيو مقال نقدي عبر الانترنت او على الانترنت، ويب سايت ريفيو. عندنا هنا في اللانجويج نوتس بيديني هنا او بيعرفني على مجموعه من الروابط، طبعا احنا كنا اتكلمنا اوريدي قبل كده عن بيكوز، وهنا اللي بيكوز بيجي معاها الريزون او السبب، وخدنا حتى معايا كلمه اولزو يعني على الرغم من بتفيد الكونتراديكشن او التناقض، قلنا لما بيكون حاجتين متناقضتين او عكس بعض. هنا كمان عندنا مجموعة روابط، عندنا and، طبعا and بستخدمها عشان اربط بين شيئين ما فيش بينهم contradiction، ان انا بزود معلومة او بعطي شيء، زي ما اجي اقول لك مثلا that place has a few trees and plants، تمام ادي جملة. جملة تانية هنا بقول لك I enjoy going there after school، طبعا هنا ما فيش contradiction، ما فيش اي تعارض او في ما فيش اي مشكلة ان انا اربط الجملتين او الحدثين ببعض او الحاجتين ببعض باستخدام and، فقلت and I enjoy going there after school. Because يعني لأن طبعا قلنا بيجي معاها الريزون أو السبب، زي ما أقول لك I don't like that hotel because it's not very modern، أنا مش بحب الفندق ده لأنه مش حديث جدا، يبقى كلمة because هنا بتفيد بتدي الريزون أو السبب، but معنى لكن دي بتفيد برضو الكونتراديكشن أو التناقض، حاجتين طبعا في بينهم تناقض أو تضاد، زي ما أجي أقول لك my sister didn't like that book أو the book but I loved it، طبعا هنا اختي ما حبتش الكتاب لكن انا حبيته، هنا طبعا هنا عندي contradiction فاستخدمت ايه but. عندنا exercise choose the correct answer. number one we have a house with a big space and a little garden، طبعا a house with a big entrance، طبعا قلنا entrance يعني مدخل. my father bought me a wonderful space of short stories، عايز اقول مجموعة من يبقى collection. When tourists visit a country, they should have a space of important places in it. طبعا هنا guide book اللي هو كتاب الإرشاد أو دليل الإرشاد. There is a science space at school. I think Ali will win. طبعا هنا will win هيفوز، يبقى هيفوز في competition اللي هي المسابقة أو المنافسة. The Egyptian Museum has a lot of ancient space of kings and queens. طبعا هنا يبقى treasures يعني treasures كنوز. The weather is space today. You should take your sunglasses. طبعا you should take your sunglasses يبقى sunny مشمس. I will visit my uncle today. Later space I will meet my friends. عايز اقول لاحقا او فيما بعد يبقى later on. Engineers are people who space buildings. عايز اقول اللي بيصمموا طبعا المباني يبقى designs buildings. Number 10. There were more than 100,000 of Egypt's most space treasures on display. يبقى طبعا valuable treasures اللي هي الكنوز القيمة on display معروضة أو في العرض يعني. The temple is full of مليء بي space that carry its roof بيحمل السقف بتاعه. They are made of stone مصنوع من الحجارة، يبقى columns اللي هي الأعمدة.
The old museum المتحف القديم didn't have for 100,000 ancient objects. يبقى ما كانش فيه space، ما كانش فيه مساحة لمئة ألف شيء قديم. The Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير space its visitors، عايز أقول رحب بزواره أو أول زوار ليه in 2019 في 2019 يبقى welcomed. What is the space for coming late؟ طبعا عايز أقول سبب ليه أو يبقى reason for. What is the reason for coming late؟ A space is a period of 100 years، عبارة عن 100 سنة طبعا اللي هو century اللي هو القرن. You can space a lot of time at Al-Azhar Park، يبقى spend، spend the time يعني تقضي وقت. These two bags are the space. طبعا عايز اقول نفس الشيء يبقى the same. My mother doesn't space me to play in the street. عايز اقول مش بتسمح لي يبقى doesn't allow me to play in the street. احمد didn't come to school yesterday. He was ill. هو كان مريض. يبقى هنا بدل reason يبقى هو هنا because لان. We went to the shop for some bread. The shop was closed. روحنا نجيب بريد لكن المحل كان مغلق. كلمة لكن هي اللي هي but بتفيد الكونتراديكشن او التناقض. طبعا في النهاية اتمنى ان تكونوا استفدتوا معانا، وطبعا زي ما قلت لكم يا ريت تتابعونا عشان يصلكم كل ما هو. كان معاكم مستر احمد ابراهيم من سلسلة تشارمينج ان انجلش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.